صباح الخير يا استاذ محمد، صباح النور، يا اهلا وسهلا. منوري النهارده. سعيد جدا جت فرصه ان احنا ندردش مع بعض. اشكرك، دي يعني سعادتي انا. ربنا يخليك. قبل اي حاجه عايز اقول لك مبروك على مسلسل بطلوع الروح. كان ربنا يخليك، يعني شكرا. فعلا السنه دي ده كان المسلسل اللي كان شديدني جدا جدا. كان لينا كده طقوس انا ومراتي نقعد نتفرج عليه. اي نعم بيجيب لنا اكتئاب ساعات، بس ايه، بس كان حاجه مهمه جدا ان احنا نتفرج عليه. وكان شددنا جدا من الاول لحد الاخر. فكان في حاجات كتير قوي عايز اتكلم معاك فيها عن المسلسل ده، لانه مش بس مسلسل مهم وبيتكلم عن حاجه مهمه، بس معمول ومكتوب بشكل حرفي جميل جدا جدا جدا. فكنت عايز ايه اخش جوه الدماغ دي شويه وافهم احاول اعرف ازاي عمل زي ده اتكتب قبل اي حاجه. ففي في حاجتين بالذات شدوني في المسلسل ده. في عنصر فيه اللي هو العنصر، انا عارف ان حضرتك اصلا صحفي، ففي عنصر تحس ان اللي كاتبه فعلا صحفي، او في الحته اللي هو الدوكيومنتري شويه، او اللي هي التوثيق لحياة الرقة عاملة ازاي، الناس هناك عايشين ازاي، بيوتهم عاملة ازاي، بيتكلموا مع بعض ازاي بيجتمعوا مع بعض، كل التفاصيل الصغيرة اللي بتنقلنا للعالم ده. دي كانت مكتوبة حلوة جدا ومتنفذة حلوة جدا. وفي العنصر التاني اللي هو العنصر الدرامي بتاع الشخصيات نفسها، بقى رسم الشخصيات نفسها، شخصية عمر، شخصية أكرم، شخصية روح، والاتنين معمولين حلو جدا وراكبين مع بعض ومنسجمين مع بعض حلو جدا جدا جدا. فعايز ابتدي الاول في الكلام معاك على خلق العالم ده كله. العالم ده اصلا فترة الريسيرش والبحث عشان تعملها ده بتيجي يعني جات ازاي؟ هل انت متابع الموضوع ده من زمان؟ هل بتتفرج على صور؟ هل بتتفرج على الاخبار؟ هل بتعمل انترفيوز مع ناس كانت هناك؟ طريقة الريسيرش والبحث علشان تخلق العالم ده بالتفاصيل دي كلها جت ازاي من الأول؟ أشكرك أولا على كل الكلام الجميل ده والاحتفاء، وإن أنا أصلا معاك. الجزء بقى الخاص بمسألة يعني المشروع إزاي كتب، هو فعلا في جزء أساسي منه إن أنا صحفي، وأنا أوريدي مهتم بمسألة داعش دي من أول ما ظهرت في المنطقة. يعني 2013 كنت في منحة تبع الخارجية الأمريكية اسمها IVLB، يعني بنروح بقى يعني 3 أسابيع كده أمريكا، وبنقابل مؤسسات صحفية وصانعي قرار وما إلى ذلك. وهناك قابلت حد من اللي هي كانت بتبقى موجهة، يعني في جزء منها موجه للعالم العربي. فقابلت حد من صحفي لبناني، هو بصراحة أول مرة أسمع اسم داعش ده. كنت في الوقت ده مشغولين قوي بالأحداث اللي في 2013 بيحصل داعش وفي العراق وسوريا وكده، لأن الموضوع حسيت إنه جنبنا خالص، يعني مش بعيد يعني. وقد كان فعلا ظهر الاثر ده علينا بعد كده بسنوات طويله، سنوات مش طويله اقصد. في 2014 بقى دوله داعش دي ظهرت لاول مره، فانا كنت بدات بقى اركز هم ازاي قدروا اصلا ياخدوا مساحه من العراق ومساحه من سوريا ويفتحوا على بعض ويعملوا دوله، وازاي اصلا بيجي لهم ناس من كل انحاء العالم. كنت مشغول جدا بالموضوع ده لدرجه ان انا كل يوم كنت بقرا الجرايد وبتابع المواقع وبشوف الافلام. كان عندي حاله يعني اهتمام شديده جدا كل هذه التفاصيل. طول الوقت كنت مركز على الرقه اللي هي المدينه السوريه الجميله اللي هم اتخذوها عاصمه ليهم. مشغول جدا باهل الرقه، الناس دي عايشه هناك ازاي مع الناس دول؟ يعني قدروا يقوموا نفسهم على محتل عنيف ودموي وبيعمل قتل. تقدر تقولي مشروع محتشد جوايا من حوالي 8 سنين حرفيا، يعني طول الوقت مستني الوسيله، الفرصه، الوقت ان انا اعمل حاجه عن داعش وعالمهم من الداخل واثرهم على الناس اللي كانت كده. احسن نحاول كده. معلش انا اسف جدا على ان انا قطعتك. اوكي احيانا الواي فاي ما بيبقاش زي الموبايل داتا، الموبايل داتا بيبقى احسن. طيب تمام جدا. احنا اخر حاجه وصلنا لها ان حضرتك عملت مسلسل بتاع 60 دقيقه ولاقى نجاح، فالشركه المنتجه طلبت منك تقدم مشروع جديد.
ففي الحاجه بعد ما طلبوا مني البحث عن الفكره، يعني كنت بقرا تحقيق صحفي في جريده الشرق الاوسط عن مقيم روج، وهو مقيم في شمال سوريا، في السيدات اللي هم كانوا زوجات للقيادات في داعش او حتى للرجال العاديين في داعش، ودول ولما مات لما قتلوا هؤلاء الرجال يعني، وتم القبض عليهم بقى من قوات القسط، قوات الكرديه يعني بشكل ما، دول بقى من كل حته في العالم، من مصر والعراق وتونس والسويد وفرنسا وبريطانيا، حوالي 2500 سيده باطفالهم، فمش عارفين يودوهم فين، عاملين لهم مخيم في شمال سوريا وحطوهم فيه، لان هم كمان ما لهمش وضع قانوني، هم دول ما يعني متهمين بان هم يعني متعاونين مع منظمات ارهابيه زي داعش، ولهم وازواجهم ممكن يكون لهم سجل اجرامي، بعضهم اصلا من السكات دول ممكن يكونوا متورطين في اعمال ارهابيه من غير ما نعرف يعني. ففي التحقيق ده قريت عن واحده مصريه بتتكلم للصحفي اللي عمل التحقيق، يعني ان هي جت غصب عنها للرقه وجوزها مات او قتل يعني، فهي دلوقتي مع اطفالها في المخيم دي وبتدور على اي طريقه ترجع بها مصر، كانها عارفه ان الرجوع لمصر صعب، لانها يعني تعتبر في حكم الاعراف ارهابيه الى ان يثبت العكس. فجاء من في بالي فكره ان ده مدخل جيد جدا ان احنا نشوف رحله واحده عايزه تخرج من المخيم وتعود الى مصر، وتبقى فرصه للكشف تفاصيل بقى مساله داعش وكده. لما طرحت الفكره على الشركه هم تحمسوا جدا، وبعدين دار اقتراح ان احنا يعني بعض الحلقات تجرى يعني تجري احداثها في الرقه قبل يعني قبل انهيارها، علشان يعني عشان يبقى مش كل الجمهور بالضروره عارف ايه اللي ودى للمخيم، يعني في ناس ما بتبقاش عارفه، يعني انا ممكن بحكم كوني صحفي كنت عارف، لكن الجمهور العادي اغلبه ممكن ما يبقاش عارف اصلا ايه اللي حصل في الرقه. وبالفعل بدات اكتب الحلقات الخمسه الاولى على انها تبقى في الرقه، وكان في تصور ان المسلسل يبقى نصه في الرقه ونصه في المخيم، ثم تحول هذا التصور الى التلتين في الرقه والتلت الاخير في المخيم، ثم بقى لصعوبات كتيره واجهت المسلسل خلال التنفيذ وضيق الوقت اضطرينا ان احنا نتخلى عن جزء المخيم ويبقى بس الاحداث كلها في الرقه يعني. مفهوم جميل جدا. الواحد دايما بيتبسط لما يعرف البذره بتاعت الفكره بتيجي منين، فعارف ان انت اوريدي عندك الباك جراوند ده كله عن الموضوع، بس قريت في تحقيق حاجه وواحده شخصيه حقيقيه هي اللي فجاه كده نورت نور عندك، اللي هو اوكي دي تستاهل ان انا احاول اخلق حاجه حواليها. الواحد يعني دي الحاجات اللي انا عملت البودكاست عشان اسمع القصص دي، عارف اللي هو ازاي الافكار بتتولد اصلا، فحاجه جميله جدا. طيب الخطوه اللي بعد كده بقى، انت اوكي استقريت على روح او قررت ان الشخصيه دي هتسميها روح وهي دي هتبقى البطله بتاعتك، بعدين بقى اضطريت تخلق لها جوزها اكرم وشخصيه عمر الانسان، هم دول الثلاثي يعني الاساسي في المسلسل، وكل واحده وكل واحده او واحده فيهم عندهم برضو الباك جراوند بتاعهم والحاجات اللي نمت شخصيتهم. وحاجه انا لاحظتها وسمعت حضرتك بتتكلم عليها قبل كده هو اهميه علم النفس عندك في خلق الشخصيه، دي حاجه مهمه جدا. الواحد لما بيقرا الشخصيات الدراميه القويه دايما بتبقى مركبه ودايما بتبقى عندها حمل نفسي كبير. عايز اعرف بقى دي بقى جت منين، لان دي حاجه تانية بقى يعني، في اللي هو الريسيرش الحاجات البراكتيكال الفعليه والعمليه اللي حصلت، وفي الجزء بقى الجانب اللي هو ليه الشخصية بتعمل كده؟ ايه الموتيفيشن بتاعها انها تعمل كده؟ ازاي واحد زي اكرم عرف عمر يخش عليه علشان ياخده معاه اسمه ايه ده للرقة؟ الجانب ده بقى دراسته عشان تخلق الشخصية ده برضو مهتم جدا، مهتم جدا اعرفه ازاي؟ تعالى نبتدي بشخصية عمر، لان عمر ده بنعرف بعد كده ان هو عنده عقد كتير يعني، وكلمة عقدة مش بالمعنى العامي اللي بنقوله، ده راجل معقد، عنده فعليا عنده عقد نفسية فعلا كبيرة جدا، له علاقة بروح، له علاقة بخلفيته. فبرضه جت منين خلق الشخصية بعقدها دي، وهل كان في شخصيات تاريخية، شخصيات درامية، نابليون بقى، هتلر، اللي هم الناس اللي احنا عارفين ان هم، او هتلر بخاصية اكتر، هتلر احنا عارفين مثلا، ما اعرفش قصه حبه ولا لا، بس هو كان قدم على معهد الفنون وكان عايز يبقى فنان وفشل، فجزء من الرفض ده ناس بتقول انه ممكن يكون له تاثير على الجنون اللي هو عمله بعد كده. فكره العقده او الاحساس بالريجكشن او الرفض اللي بي بي بيقلب العكس تماما، يا ريت اعرف برضو شويه عن رسم الشخصيه من الزاويه دي.
هو فعلا الموضوع كله كان برضو تحس انه محتشد يعني جوايا، لان مثلا من سنين وانا برضو كنت بدور على جزئيه لها علاقه الناس القيادات اللي هي في جماعات اسلاميه متشدده في العموم حياتهم الشخصيه كان شكلها ازاي، يعني بيحبوا مين، يعني اتجوزوا مين، الجواز ده استمر قد ايه كده يعني. فضمن الحاجات اللي انا بدور عنها في يعني حتى من قبل المشروع لقيت مثلا ان حد زي ايمن الظواهري، حد زي سيد قطب، الاثنين كان عندهم قصه حب فاشله و جروا عليها كده وتناسوها وانضموا بقى للجماعات، او كانوا منظرين ومؤسسين لجماعات يعني او لتيار عنيف. فترسخ جوايا الشعور ده انه احيانا ممكن مش بالضروره طبعا يكون قصه الحب الفاشله هي اللي خلتهم كلهم ارهابيين، ممكن تكون احد الاسباب اللي موجوده في شبكه يعني في طريقهم للتحول هو ان في قصه حب فاشله، بجانب بقى عن عده عناصر اخرى. وحسيت ان ده ملمح اساسي في يعني متوفر في اغلب هذه الشخصيات، لانه في جزء منه اللي هو بيبقى محاوله للانتقام من خساره كبيره تعرض لها مثلا في مقتبل حياته، محاوله للاستعراض، محاوله انه يثبت للي كان بيحبها وتركته ان هو شخص مهم ومؤثر في العالم كله والعالم كله عامل له حسابه وبيخاف منه. فدي كانت جوايا يعني مترسخه، وبرضه ما كنتش عارف احطها فين ولا ازاي، لغايه بقى ما جت مساله ان انا عايز في المسلسل تناول شقين، شق له علاقه بمساله كيف يتم ترنيد الاثرياء او المنتمين لطبقه اجتماعيه راقيه شويه والمتلقين تعليم جيد، كيف يتركون كل هذا ويروحوا الى جامعات متطرفه، لان دي كانت ظاهره غريبه جدا ايوه والناس كتير اتكلموا عنها وانا كنت منتبه ليها. وجزء تاني له علاقه بالاشخاص اللي عاده بيبقوا فريسه يعني لظروف اجتماعيه واقتصاديه ضاغطه، فاسهل يعني فهو بيكون تجنيدهم او تحولهم للتيار العنيف يعني اسهل من غيره، لان هو عنده مسببات ودوافع على الاقل قصاد نفسه، يعني انه مثلا ينقصه المال، ينقصه التقدير الاجتماعي، نظرة المجتمع ليه، فده بيبقى أسهل في استقطابه يعني. فبدأت بقى في مسألة بناء من يعني إن دول لازم يكونوا موجودين في الأحداث، وفي قاعدة ما كده يعني ما أعرفش هي قاعدة حقيقية ولا أنا اخترعتها، يعني كل ما العلاقات تكون متشابكة في الدراما كل ما ده يقويها أكتر، يعني كل ما يبقى يعني الأحداث يعني بتدور في فلك يعني اتنين لهم علاقة سابقة أو ثلاثة لهم علاقة سابقة أو علاقة حالية، بيبقى الدراما بتبقى أقوى وبتخلق مواقف مؤثرة يعني. وده حصل أصلا اللي بيحصل في الحقيقة، يعني أنت ما تجيلك ضربة من صديق أو من أخ غير ما تجيلك من شخص عابر في الشارع يعني. بالظبط بالظبط فبدأت بقى أكون هذه التفاصيل الخاصة بكل شخصية. بطبيعة الحال مرحلة الجامعة هي المرحلة اللي بيبقى فيها المشاعر فوارة، في كل حاجة فيما يتعلق بالحب بقى أو حتى بالأفكار أو حتى بالتنظيمات، دي مرحلة بتبقى فيها التفاعلات الكيميائية يعني عنيفة جدا، واخترتها كمرجع يعني أو كنقطة انطلاق لمثل هذه الأحداث. وهكذا بدأت بقى أفكر في إن في عمر ده شخص ينتمي لقرية في الريف الدلتا، وذكي وشاطر وناجح، خد منحة، وأنا أعرف كتير من الأصدقاء خدوا منحة وراحوا يعني الجامعة الأمريكية وهم ما كانش معاهم التكاليف المادية ده يعني. ثم في بقى الأسر، في الطرف الثاني النقيض أكرم اللي هو بينتمي لطبقة اجتماعية راقية، اللي هو دخول الجامعة الأمريكية أو أي جامعة خاصة أمر يعني مفروغ منه، وكان في النص بينهم روح اللي هي ليست مثالية بدرورة الحال وليست يعني الملاك البريء الطاهر، لكنها لما بتتحول لأمه بتتحول لأنها ما عندهاش بديل سوى أنها يعني تسعى للرب بكل طريقة من أجل إنقاذ نفسها وإنقاذ ابنها يعني من عالم وحشي، هتعمل كل حاجة يعني. فهي مسألة يعني المسألة كلها لها علاقة بحشد الأشياء يعني، ما فيش بقى شخصية بتطلع من العدم يعني، طول الوقت الواحد بيبقى مشغول بأفكار ممكن مش طول الوقت بيفكر فيها، بس في لحظة ما بتطلع بقى يعني. ساعات بقى جزء الشق النفسي، انا تعاونت مع دكتور نبيل القط في مسلسل 60 دقيقة، والمسلسل بشكل عام كان بيتكلم عن دكتور نفسي، وفي حالات كتير للمرء يعني للمترددين على العيادة بيقولوا، وبالتالي كانت الاستعانة بيه ضرورية. لكن لما قعدت معاه واحنا بقينا اصدقاء بعد يعني تعاون 60 دقيقة،
اكتشفت لا، ان هو لازم يكون موجود في كل مسلسل، يعني لان الاحداث مبنيه دايما على رد فعل الاشخاص، والاشخاص افعالهم مبنيه على تفاعلات نفسيه داخلهم. صح. فانا ازاي هبدا اعمل شخصيه وابني احداث ليها من غير ما اكون متمكن قوي او مطلع بنسبه كبيره على دواخلهم النفسيه وتفاعلاتهم وخلفياتهم وما الى ذلك يعني. فكان وجوده مهم. وفي المسلسل شفت له الروح، انا قعدت مع دكتور نبيل اكتر من جلسه في النقاش، يعني ببقى باين الشخصيه في تصوري، وبعدين بنبدا بقى انا وهو يعني نسد الرتق اذا وجد، يعني لو في حاجه كده نحس ان هي ناقصه، ناسس اكتر للفعل او الاسلوك، نرجع الطفوله بتاعت الشخصيه شويه ونفكر هو ممكن يكون تعرض لايه. مش بالضروره كل حاجه الاشياء دي تظهر على الشاشه، بس بالظبط. المهم اكون انا مدركها وانا بكتب. وحصل برضو ان عدد من الفنانين شاركونا في الجلسات، وخاصه محمد حاتم دور اكرم، لان هو اكثر الشخصيات تحولا، وبشكل ما هو اللي بيحرك الاحداث بعد ما قام عمل متهور يعني. فكان في جلسات اكثر من جلسه بيني انا ودكتور نبيل وحاتم عشان المساله دي، عشان نحل مساله ازاي الشخص يبقى جاي من بيئه ومجتمع ما لا ينتمي مطلقا الى مجتمع داعش، ثم يقرر ان يكون هناك ومدافعا وبقوه عنه، معارضا حتى حياه اقرب الناس ليه للخطر. هي وبالذات الشخصيه بتاعت اكرم اللي عملها محمد حاتم، وعملها حلو جدا فعلا، لان الشخصيات التانية ممكن تكون ليها فعلا الكاركتر ارك بتاعها او التحول بتاعها، يعني كان واضح او متوقع الى حد ما، بس فعلا شخصيه محمد حاتم اللي بيدور جواه ده، الواحد كان فعلا اكتر سؤال الواحد بيتساله، انت ازاي سبت حياتك دي ورحت لده؟ ازاي عندك الموضوع ده؟ ففكره ان هو دايما كان بيبتدي حاجه ويخلصها ما بيخلصهاش، كل شويه متقلب، كل شويه بيدور على حاجه. لما والدته توفت، هو ده كان المدخل بتاع عمر لما دخل عليه، والمشهد ده كان معمول حلو قوي في الكتابه وفي الاخراج وفي كله، اللي هي الكلوز ابس على الودن، على البق، على الايد، وبتتحط الحاجات الصغيره دي، لان سحبة الرجل دي ما بتجيش مرة واحدة، بتيجي واحدة واحدة، تاتا تاتا كده، واتعملت حلو جدا الطريقة ان انتوا قسمتوها على كذا حلقة، يعني مش كان في حلقة بقى صريحة هي دي الحلقة اللي محمد حاتم هيتجند فيها، لا، احنا واحدة واحدة كده بنشوف ازاي الرجل بتيجي، وتاتشات صغيرة زي التاتو اللي على رقبته وعلى ايده عشان تورينا برضه هو منين، الحاجات دي كلها حاجات صغيرة جدا بحبها قوي، بحب ألاحظها جدا، وجميل يعني، مبسوط ان في فرصه اتكلم مع المؤلف للتاتشات الصغيره دي. هل بيبقى في دايما المؤلف بيبقى كاتب حاجه، ودايما بسمع ان وانا بحاول اكتب، انا برضو بكتب حاجات، بس طبعا مش زيكم يعني، حاجات لسه على قدي، بس دايما الواحد هو بيكتب تحس ان هو خياله ملوش حدود، يعني هو بيحلم على الورق، ما كله على الورق، وبعد كده الحاجات دي بتتنفذ بعد كده بقى بكل التحديات الانتاجيه بتاعتها والاخراجيه والاداء وكذا. هل كان في فرق كبير بين الحلم اللي حطيته على الورقة ده والمنتج الأخير اللي طلع؟ هو في فرق في مسألة في الجودة؟ لا مفيش فرق، بالعكس طبعا الجودة كانت يعني ممتازة وفائقة يعني، وكل الممثلين يعني سواء على المستويات كلها، سواء على المستوى الإنتاجي، الشركة الصراحة لم تبخل مطلقا على الإنتاج والإخراج وبأي حاجة. مفيش مشهد مثلا أنا كتبته لمعركة أو لمشهد مكلف إنتاجيا وحد قال لي لا أشيله مش هنعرف نعمله يعني، كل ده ما لم يطرح على الإطلاق. فالجودة كانت يعني مستوى الجودة كان تقريبا يكاد يكون زي اللي مكتوب في الورق وربما أعلى، خاصة بقى مع وجود بقى مخرجة زي الأستاذة كاملة، إن هي بيبقى ليها إضافتها وبصمتها على الأحداث وعلى الشخصيات وما إلى ذلك، بجانب بقى الشخصيات نفسها. الأبطال كلهم الممثلين كلهم بصراحة كانوا على قدر مميز جدا من التقمص والتسلل الى داخل تفاصيل الشخصيات بنعومه شديده جدا، من اول منة شلبي لمحمد حاتم السعداني والالهام شاهين، وصولا حتى لكل الشخصيات الاخرى يعني، حتى واغلبهم كانوا من سوريا ومن دول عربيه اخرى يعني شقيقه. وبس شخصية الأب اللي كانت حصل ممتازة كمان طبعا في طبعا النهاية. استاذ عزه، هما كلهم كانوا صراحة، وكل واحد بقى طبعا الممثل لما بيبقى داخل قوي جوه التفاصيل الشخصية لا إراديا تمام. بيدي حاجة لنا، ولا حتى المخرج يعرف يطلعها، لأن دي حاجة بقى يعني إضافة إنسانية كده بتطلع منه في الشخصية يعني.
بتقويها جدا. فصراحة كلهم كانوا على مستوى بل بالأفضل من التوقعات، يعني اللي مكتوب أفضل حتى من الشخصيات اللي موجودة على الورق. هم حطوا جزء قوي جدا منهم في الشخصيات، لكن على المستوى الأفكار يعني لصعوبة التنفيذ أو لضيق الوقت. يعني طبعا كان نفسي جدا إن إحنا نكون نخترق عالم المخيمات ده، لأن هو ده أساسا الملهم الأساسي للمشروع. كنت أحب جدا إن إحنا نروح للمخيمات، لأن هي فيها عالم خطر. يعني لأن المخيمات هناك بقى لها، مثلا مخيم الروج ده تحديدا بقى له 4 أو 5 سنين بلا أي وضع قانوني معروف عالميا. الدول الأوروبية سايبة الستات بتوعهم والولاد موجودين هناك، والولاد بيكبروا وهناك، والدول العربية نفس الكلام سايبهم، فلأن هم خايفين يرجعوهم. وبالتالي في خطر، لأن هناك بعد شوية من استقرار الوضع بدأ ينفلت في المخيم. الستات اللي هم كانوا يعتبروا يعني داعشيات بدأوا تاني يسيطروا على المخيم، يعملوا عمليات، يعني يفرضوا قوانين داعش هناك داخل المخيمات. الستات اللي خلعوا النقاب مثلا او الحجاب بيطردوكم، بتحصل عمليات قتل هناك على الخوف، من اجل الخوف ومن اجل الابتزاز، حرق خيم. وطبعا ما فيش خدمات طبيه هناك ممكنه، لان المخيم نفسه ملوش وضع قانوني. بالتالي اللي بتتعاون يعني ما بياخدش دعم مثلا من الامم المتحده، جمعيات بقى اهليه محليه او دوليه بتقدم الدعم المحدود. يعني كان نفسي جدا يعني نطرح جزء فيما يتعلق بالمخيمات ده، خصوصا جزء برضو مليء بالدراما يعني، ولكن للاسف ما لحقناش بسبب ضيق الوقت. يعني رغم ان بعض الحلقات كانت مكتوبه بالفعل في المخيم يعني، لكن الوقت ما لم يسعفنا لذلك. انا بيصعب عليا بالذات الولاد، يعني الدور بتاع ابن روح ده اصلا، وبعدين برضو اللمسه اللي عملتها ان هو عنده اوريدي مرض، فاوريدي زود الفولنربيليتي بتاعته اكتر واكتر كمان، وزود الريسك الستيكس، كل ما حاجه تحصل له احنا كلنا مشدودين عشان عارفين الخلفيه دي كمان. فدي اكتر حاجه الواحد كان يعني اكتر ناس في المسلسل الواحد كان صعبانين عليه جدا ان هم اتاخدوا في الرجلين في الموضوع ده. وفكره الام دايما عندنا في السينما الدراما المصريه، الام دي هي ملهاش محدش يقدر يقف قدامها. يعني شفناها السنه اللي فاتت في لعبه نيوتن مثلا، وبعدين على مدار بقى السينما المصريه كلها بقى الزوجه الثانيه، ويعني كل دايما شخصيه الام دي عندنا ما فيش حد يقدر يقف قدامها خالص. يعني فالكتابه برضو انك تدخل العنصر ده، هل كان في ريسك ان انت خايف الناس ما تبقى حاسه ان انت احنا داخلين في حته حساسه زياده عن اللزوم، او لا في ريسك زياده عن اللزوم، او بلاش نكتب يكون في خطر على طفل في الكتابه؟ ما فيش الكلام ده، لان هي دي الحقيقه اعتقد. يعني ما فيش فكره ان انا عايزه اخبي شويه الحقيقه او الطفها شويه، انت بتكتب زي اللي بيحصل، لان زي ما انت قلت الحاجات دي حصلت وبتحصل، وعندنا طالبان في افغانستان رجعنا تاني زي ما كنا قبل كده، ف بتوري حقيقة. وده جزء الصحفي بقى، اللي هو مفيش مش هجمل البشاعة، لو هي بشعة حوريها زي ما هي. ايوه، هو ده كان اختيار من الاول. احنا يعني الاختيار الاول من اختياري في كتابه المشروع كمان، اللي هو احنا هنرصد المعاناه الانسانيه، مش هندخل في مساله صراع فكري او ديني. يعني مش فكره ان انا مش مؤهل، انا مش بحب ده اصلا، مش بحبش النقاش الفكري والديني ده في المساله دي. يعني ومش واحيانا ما بيظهروا في الدراما ما بيبقوش مفيدين ليها، ممكن بيسحبوا حتى من اثرها يعني. وبالتالي كنت مقرر من الأول إن المدخل هيكون مدخل إنساني، إحنا هنتكلم عن المعاناة الإنسانية، مش بس للبطلة بتاعتنا، لكل الذين كانوا تحت هذا الاحتلال العنيف يعني. وده هي، وأنا كنت عارف يعني، أو كنت يعني من سابق خبرة يعني ومشاهدات، عارف إن ده المدخل اللي بيجيب جمهور يعني، واللي بيخلي القضية توصل أكتر للناس. الجزء الخاص بمسألة مرض الطفل يعني الهيموفيليا، وبصراحة طول الوقت يعني الواحد دايما في الدراما بيبقى عارف انه محتاج يحط عنصر بيزيد من الخطر على الابطال بتوعه يعني. وانا في سبيل البحث ده كنت بفكر في كذا حاجه علاقه بالطفل، لكن لما المعالجه راحت للشركه والشركه بعتتها للام بي سي، الفريق البحث في الام بي سي هو اللي اقترح ان الطفل يكون عنده المرض ده، لان هم بيبقى لهم برضه يعني بيعملوا ابحاث ودراسات تتعلق بمساله ازاي يبقى في توعيه او اشاره ما لمرض ما عن طريق الدراما يعني. وبصراحة لما عرضوا عليا ده لقيته يعني في هدف جدا نبيل من الموضوع إنسانيا، وفي نفس الوقت دراميا هو مفيد، لأن هو هيضع
ضغط اضافي على البطله بتاعتنا داخل ضغطها هي اوريدي فيه بسبب انها في مكان اصلا وحش جدا يعني، ففي وبسبب خوفها الطبيعي والتقليدي على الابن فهي عندها خوف مضاعف انه عنده مرض شديد الحساسيه والقطوره يعني. ودي مساله برضو ليها علاقه بان العمل بيخرج من الكاتب والفكره والكتابه وكل حاجه، لكنه لازم يفضل طول الوقت يعني راسه متسع لاي فكره تدعم المشروع قوي يعني. انا لا ادعي ان انا قلت هنطلع الولد عنده هيموفيليا مش انا، لكن لما حد اقترح ده وهو في الاول والاخر اقتراح لي ان اخذ بيه او ارفضه فوجدته مفيد فاخذته يعني، ثم بعد كده انا بقى استفدت بيه في الدراما يعني. ومن اجمل الرسائل اللي جت يعني ليا بعد عرض المسلسل ان من امهات واباء اولادهم بيعانوا من الهيموفيليا وبيعانوا كمان من عدم الوعي المجتمعي بيه وخطورته وبحساسيته يعني. فده شيء حد ذاته كويس يعني، يعني مرضي للإنسان إن هو حتى يعني بجانب على الهامش يعني القضية الأساسية للمسلسل وهي مسألة يعني التطرف أو مسألة يعني كيف يذهب العقل ويصبح قاتلا، إن إحنا أشرنا لمسألة المرض ده على جوه النسيج الدرامي مش بشكل مقحم يعني. ودي حاجة من الحاجات الأساسية واللي بتؤيد اللي بتتكلم أو يعني بتحقق مسألة قوة الدراما يعني وتأثيرها. ده هايل ممتاز. فعايز اكلمك عن شخصيه الهام شاهين، شخصيه ام جهاد بالذات، لان دي شخصيه، وهتلاقي اكيد لاحظت فيه ناس على السوشيال ميديا عجبها الاداء بتاع الهام شاهين، ناس ما عجبهاش الاداء بتاع الهام شاهين. كنت عايز اعرف هل كان في فرق ما بين الشخصيه اتكتبت ازاي والشخصيه اتأدت ازاي؟ هل في الشكل اللي هو اتأدى بيه هو ده الشكل انت تخيلته في الكتابه، ولا كان في فرق؟ ومش بس مع إلهام شاهين يعني، مع شخصيات عامة يعني، هل في انت قلت مثلا شخصية الأب لما اتكلمنا عليه بيضيف حاجات من عنده، هل بيبقى في إضافات بتحس ان هي متماشية مع اللي كاتبه، وفي ساعات بتحس انها مش متماشية جدا مع اللي كاتبه؟ هو برضه شخصية أم جهاد أو الفنانة إلهام شاهين يعني برضه فيها جزء من الحقيقة وجزء من الخيال. أصلا تنظيم كتيبة الخنساء دي أوريدي برضه من الحاجات اللي كانت بتلفت انتباهي من وأنا بقرأ عن داعش، اللي هو يعني إيه كيان كده داخل داعش اللي هو الكيان المتشدد ضد المرأة، يبقى فيه كيان بتقوده امرأة وكل المفترى أفراده ده سيدات. افترى افترى هو اصلا الكيان بشكل ما الخنساء ده ظهر بشكل ان هم عايزين يتوثقوا ان المنقبه دي ست مش راجل، فاستعانوا بسيدات شويه شويه بقى لقوا الموضوع حلو وينفع، طب ما ينفع في عقاب الستات وينفع في استقطابهم، هم طول الوقت في الرقه وفي غيرها من المناطق اللي هم كانوا محتلينها، اهل المدينه نفسهم موجودين عايشين لكن مش بالضروره يبقوا معاهم مش بالضروره يبقوا زيهم، فهم طول الوقت عايزين يستقطبوا ناس من اهل المدينه بقى ستات ورجال، فوجدوا ان الوعي الخنساء ده مفيد يعني. طبيعة الحال زي ما احنا قلنا أي شخص بيحط جزء من شخصيته في الأحداث يعني في الشخصية يعني. شخصية أم جهاد جزء كبير من اللي كان مكتوب يعني ظهر على الشاشة خاصة فيما يتعلق بالتناقض الداخلي جواها ما بين إن هي شرسة وعنيفة في وهي بتؤدي أعمالها يعني، بينما هي امرأة تعاني من عدم قدرتها على الإنجاب برضو ده وال تاتش حلو قوي يعني، برضو نقطة في الشخصية حلوة جدا يعني. صح، برافو اه بالظبط. يعني، ما خدتش وان بالي هي منها يعني. انا عارف ان هي ما بتنجبش، بس في اطار النقاش بتاعنا دلوقتي ونتكلم على الشخصيات ورسمها، فكرة ان هي ما بتنجبش فعلا ازاي ده بيأثر على العامل النفسي عندها. صح، لا برافو. طبعا وهي عندها ازمتين رئيسيتين، ان هي ما بتنجبش والمشكله مش فيها، مشكله في جوزها وهي متمسكه بيه لاسباب كتير يعني، وفي نفس الوقت جوزها ده كان دخل السجن منه متهم في اعمال ارهابيه ل 15 او 20 سنه، فهي كمان امراه مهجوره يعني امراه مهجوره ولا تنجب متقدمه في السن وعارفه ان هي غالبا فرصها في الانجاب تكاد تكون منعدمه، هي بتبحث عن اي وسيله يعني تكون تشبعها صح. من الحياه يعني ومن متاحها او شيء من متاحها يعني بجانب النهائي. فانت تكتشف انها مثلا ممكن يكون ممارستها للعنف والدمويه ده جزء من المتعه اللي بتوصل لها لانها مش قادره برافو، تحققها حاجه تانيه يعني. برافو عليك يا استاذ. ربنا صح. يخليك.
وسبحان الله بعد ما كتبت الشخصيه وبدات تتعرض على المسلسل، يعني بعض يعني بعض الاصدقاء اشاروا بان هي متشابهه في بعض صفاتها مع مرات مثلا قيادي جهادي هنا في مصر، برضه لم تنجب، وبرضه كانت يعني شرسه، ما كانش نفس الكرباج يعني وكده، بس ايه كانت شرسه شويه في خصومتها يعني. طبعا إلام شاهين برضه ممثله مقدرمه، واكيد ضافت بعض التكنيك الخاص بيها في الاداء، طريقه الكلام، طريقه يعني حتى النظرات. هو ده اللي بقوله، ان كل ممثل بياخد الشخصيه ويهضمها، وبعدين بيخرجها بطريقه مش بتضرب تكون 100% زي ما هي مكتوبه على الورق، لكن بتبقى اقرب ليه هو شخصيه. يعني احيانا بتكون مفيده جدا هذه اللمسه، واحيانا ممكن المشاهد ما تلقاهاش بنفس النعومه المتوقعه يعني. صح، ممتاز. طيب عايز ارجع معاك لنقطة الصحافة، لان حتى كنت قريت لك زي تحليل او تقرير عن فيلم الغول بتاع عادل امام اللي هو كان عامل فيها دور صحفي. وانا لما بفتكر الافلام اللي فيها ادوار صحفيين مهمة زي All the President's Men، كل رجال الرئيس، على التحقيق بتاع نيكسون، وفيلم بتاع فراس نيكسون. وكان زمان، كان زمان دايما الشخصية اللي بتدخل عشان تحل لغز ايام الاربعينات والخمسينات في الفيلم نوار كان بيبقى اللي هو البرايفت ديتكتيف، اللي هو هامفري بوجارت، عارف المحقق ده اللي هو بيروح. وانت عندك ثلاثة تقريبا، المحقق ووكيل النيابة والصحفي، هم دول اللي ايه الافاتار بتاعك اللي بيخش وبياخدنا كجمهور علشان يكشف الحقيقة يعني، او ياخدنا في مغامرة يعني. ولاحظت برضه طبعا حطيت شخصية الصحفي في المسلسل، الفنان عادل كرم. فواضح حبك واحترامك لشخصية الصحفي ودوره، يعني دوره في كشف الحقيقة، دوره في الشغل الديتكتيف اللي بيعمله ده. وانا عن نفسي يعني بحترم جدا شغل الصحافة. طبعا انا مش صحفي، ولكن بشتغل مع صحفيين كتير، لان جزء من الشغل اللي انا مستشار اعلامي في كذا مشروع. والسنة من سنتين كنت بعمل يعني بدي كورسات عن فكرة الميس انفورميشن والديس انفورميشن، المعلومات المضللة والمعلومات الكاذبة، وازاي ان الصحافة دلوقتي في عالم السوشيال ميديا اتغيرت وبقت اسهل ان الناس تاخد مجرد تعمل كوبي بيست لاخبار معينة وهكذا يعني. فعايز اعرف برضو، او عايز يعني ايه استمتع باسمعك بتتكلم عن مهنة الصحافة واهميتها. لا طبعا الصحافة يعني السيد ماركيز وصفها بأنها أجمل مهنة في العالم وهي فعلا كده، وكتير حتى من الكتاب المخضرمين يعني مارسوا الصحافة قبل ما تفرغوا مثلا للأدب أو صح، للسينما أو ارنست للسيناريو هيمنجواي يعني. كان صحفي، مش كده؟ ارنست هيمنجواي كان صحفي امريكي. هيمنجواي كان صحفي، ودكتور محمد مهبانجي عمل بالصحافة لسنوات طويلة، إبراهيم عيسى صحفي، فتحي غانم صحفي كتب رواية وكتب للسينما، سعد قدوس نفس الكلام، كل هؤلاء مارسوا الصحافة. عشان يعني الصحافة طبعا مهنة بتفتح آفاق قصاد اللي بيمارسها غير أي مهنة تانية، لأنها بتخلي عنده عين تالتة كده بيشوف بيها الأشياء، مش بس مجرد بيبص على الأشياء من الظاهر يعني. طول الوقت أنا ببقى عايز يعني أظهر هذا الدور بشكل يبدو منسجم مع الدراما يعني. بس في حقيقة الأمر مثلا في بطلوع الروح، أول تفكير جاب بالي لما كانت الأحداث لسه هتدور في المخيم، إن هو يبقى عادل كرم هو صحفي فعلا. وبعدين حسيت إن أنا منحاز أوي للمهنة بتاعتي بزيادة عن اللزوم، فقررت استبداله إنه هيبقى طبيب يعمل في مؤسسة إغاثة داخل المخيم. وكنا يعني والحلقات كتبت على هذا السياق، بس برضه كان في دور لصحفي ما يدخل الأحداث، لكن مش بنفس التأثير اللي هيكون من نصيب البطل عادل كرم يعني. لكن لما اضطرينا مع ضيق الوقت بقى وصعوبات التنفيذ والتصوير إن إحنا ما نروحش المخيم، وفي نفس الوقت محتاجين شخصية تكون موجودة معانا لأسباب كتير يعني، تكون داعم ومساند للروح في رحلتها للهروب، ورجع تاني لشخصية الصحفي وكانه قدر يعني، لأنه بقى أكثر ملائمة للأحداث، بقى أكثر منطقية وواقعية، ومش
وحتى كان مسألة اختيار إن هو ما يكونش مصري أو إنه يكون لبناني بس اللي على علاقة بمصر أو بجذور مصرية مثلا، كانت مطروحة لأن كان هيبقى من الصدفة قوي يعني، إن هي صدفة المبالغ فيها إن هي تبقى في بيئة أصلا من كل أنحاء العالم، والصحفي الوحيد اللي قابلها لازم يكون مصري يعني. فاخترنا الانحياز للمنطق أكتر من خاصة كمان إن القضية بشكل عام، القضية بتاعت داعش ليها مسألة دولية يعني، مش مسألة مصرية خاصة بالضبط ولا صح. مسألة عربية، دي مسألة العالم كله كان بيتأثر بيها، وبالتالي كان وجود شخصيات من كل دول العالم كان مقصود على قد ما نستطيع يعني، كان مقصود علشان هو فعلا أثر داعش ده كان على أثر كل دول العالم. جزء بقى الموضوع له علاقة بالصحافة تاني مرة تانية، أنا أعتقد يعني أنا في مرحلة ما كنت يعني بتكلم مع التعاونين معانا في المشروع وبدون أي غرور والله، بس كنت بقول لهم المشروع ده عشان يطلع محتاج فعلا اللي كان يكتبه صحفي، لأن هو كان لأن هو مزج زي ما أنت قلت في البداية ما بين الدراما وما بين الجزء البحثي وما بين الحياة الصحفية. فلو تولى كتابة الموضوع ده كصحفي يعني أعتقد النتيجة بتكون على الأقل يعني مرضية، على الأقل فيها الحد الأدنى من التدقيق في المعلومة والحد الأدنى من المنطقية والواقعية. وفي الجزء ده برضو أحب أشير لدور اللي قام بيه صديقي الأستاذ علاء عزمي، وهو صحفي وباحث في شؤون الجامعات المتطرفة يعني، وانضم لي بعد حوالي 5 حلقات من كتابة المسلسل فعلا للتدقيق بقى الأحداث ولأنه وللتأكد من إن الأحداث اللي إحنا واخدينها في الخلفية، اللي إحنا اشتغلنا في فترة حساسة من فبراير 2017 لأكتوبر 2017 اللي هي فترة الهجوم الأخير على الرقة وانهيار دولة داعش، في الحقيقة أصلاً ده الزمن كان مقصود جداً إن إحنا نتكلم عن الفترة. وكمان استعنا بقى بالكثير من المراجع، المئات من المراجع، وهو كمان بوجود الإنجليزية والألمانية استعنا بمراجع إنجليزية وألمانية بتتكلم عن داعش ودراسات والحياة الاستقصائية وأحياناً منشورات وفيديوهات داعش نفسها اللي انتجتها لما كانت في متمكنه يعني او محتله للمكان، فاخدنا حتى صوتهم عشان نشوفهم هم بيفكروا ازاي وبيشوفوا الحاجات ازاي. وصولا لان مثلا المانيا راى الحلقه الاخيره يعني، وفيها صفقه كده ما بين القوات الكرديه وما بين عمر وما ينصله من داعش، دي دي ده تحقيق استقصائي يعني انتجته بي بي سي، ولم يكن معروف تفاصيل هذه الصفقه الا عن طريق التحقيق اللي احنا التقطناه وقررنا نستخدمه في الاحداث علشان الصفقه السريه تبقى معلومه للجميع. ان احنا يعني طبعا القوات الكرديه قامت بدور مهم ان هي اخرجت الدواعش وربما كانت متعاونه معاها بقى قوات تحالف امريكا وفرنسا وما غيرهم، لكن في الاخر هم فتحوا الباب لاكثر من 400 مقاتل من داعش الخروج بسلاحهم من الرقه واستقروا في مدينه تانية، وخرج منهم برضو الكثير بقى من الاعمال الوحشيه والعنيفه بعد كده لاحقا يعني. فدي خلطه الصحافه اللي دايما يعني الواحد منحاز ليها ودايما يعني بتقدم حاجه مختلفه اذا كان اللي وراها ناس محبه للمهنه وللشغلانه. وفيها عنصر كبير من او قدر كبير من الشجاعة اعتقد كمان، يعني يعني في اختيار الموضوع طبعا وان انت تمشي الموضوع لحد اخره، مش تقف في النص تقول طب انا هكتفي بهذا القدر، يعني ده كده ممكن نخلق مسلسل لطيف ظريف واوكي، ولا لا انا هكمل واعمل اللي عليا فعلا لحد الاخر واوصل النقطة لحد الاخر. فيعني احييك انت صناع العمل على القدر من الشجاعة اللي وصلتوا له ده. يعني هل بتفرق في لان انت اشتغلت صحي سنين طويله ودلوقتي تخصصك اعتقد يعني او متفرغ اكتر لكتابه الدراما، يعني لا حقيقة اكيد في فرق كبير في الستراكشر نفسه صح، في كتابه المقال الصحفي وكتابه الدراما. هل كان سهل بالنسبه لك النقل ده كفورمات بقى كستراكشر نفسه مش بس كطريقه سرد الحدوته؟ يعني طبعا الصحفي متوقع منه انه يطلع المقال على طول، عارف، يبقى اللحظه بتاعته قويه، بس عنده برضه القدره ان هو يكتب حاجه سريعه. وانت اوريدي قريت برضه ان انت عملت اللي هو الادب الرحله، اللي هو فكره ان انت تاخد رحله طويله مهما كان طولها، واثناء الرحله دي بتكتب وبتعيشنا معاك المغامره اللي انت عشتها دي. فدي برضه محتاجه سرعه بديهه وسرعه في الكتابه يعني قويه جدا.
على عكس الدراما اللي ممكن تاخد وقتك فيها شويه. قريت ان انت قعدت تقريبا 8 شهور بتكتب ال 15 حلقه دول. فايه ايه الفروقات الكبيره او الاساسيه ما بين الكتابه الصحفيه وكتابه الدراما؟ في جزء منهم انت قلته فعلا له علاقه بان الكتابه الصحفيه ممكن تكون انيه وسريعه وفيها كتير من الملاحظات اللحظيه يعني، بينما السيناريو بيحتاج الكثير يعني من التمهل والتركيز والوقت. ولو ان دلوقتي الصحافه مش بس مجرد خبر ولا مجرد تقرير بيتكتب في نص ساعه، لا يعني دلوقتي ومن زمان أصلا الصحافة فيها التحقيقات الصحفية المعمقة اللي بتستغرق شهور لتنفيذها، واللي بتستغرق اللي بتتكتب أحيانا بطريقة درامية وبطريقة إنسانية. فبالعكس هي دي الصحافة أصلا اللي بتعيش أكتر من الصحافة السريعة اللي بتتناول الخبر من الظاهر، لكن لا، الصحافة المعمقة، الصحافة اللي بتتكلم عن معاناة الإنسان، الصحافة اللي بتتكلم عن بتتبع رحلة فساد أو رحلة حتى صعود، هي دي الصحافة اللي بتعيش. وزي ما حتى قلت في البداية إن المسلسل أوريدي أنا استلهمته من تحقيق صحفي مكتوب بأحكام وراح منطقة أنا عمري ما يعني أنا كقارئ مش بقى كصحفي عمري ما أتخيل إنها موجودة المخيمات دي، ولا أعرف إيه اللي بيدور فيها. ده دور الصحفي أصلا، إنه بيكشف وبيكتب حاجة وبيعرف الجمهور الذي لا يعرف بما لا يعرفه يعني. لكن الفروق في التكنيك يعني، لكن تقدر تقول كده اوكي ان ايه يعني يعني هي عمارة واحدة بس كل دور واخد شكل ديكور مختلف، كل دور له طابع معماري مختلف. ولذلك يعني الاثنين الصحافة او السيناريو الموهبة فيهم اساس، لكن الدراسة فيهم مهمة. الصحافة بتحتاج اكتساب مهارات من الخبرة، وفي نفس الوقت خصوصا بقى في ظل بقى تطور وسائل التواصل والسوشيال ميديا وما إلى ذلك، محتاج كمان الصحفي دلوقتي يكتسب مهارات كتير. الصحفي دلوقتي بيطلق عليه الصحفي الشامل، اللي هو بيعمل التقرير وبيصوره وبيمنتجه وبيعرضه في نفس الوقت، كل ده بموبايل بس مش أكتر ولا أقل. فدي مهارات محتاجة هو يكتسبها ويدرسها، مش بس هتيجي، وممكن يتعلمها طبعا الخبرة، بس الأفضل إنه يتعلمها يعني بشكل مباشر، جنبا إلى جنب بقى أدواته الأساسية، طريقة الكتابة والصياغة والاستقصاء والتحقيق وإدارة الحوار، كل دي مهارات لازم يدرسها يعني. نفس كلام السيناريو برضو أحيانا الناس بتبقى بتشوف الموضوع سهل، مجموعة مشاهد متعاقبة وخلاص الموضوع انتهى يعني، والليل داخلي والنهار خارجي، لكن هو الموضوع مش مثل هذه البساطة، لا ده برضو بنيان يعني، كيان بيتم بناؤه. وزي ما انت حضرتك قلت في الأول، مسألة بناء الشخصية نفسها ده بيستغرق وقت طويل جدا من التفكير والكتابة والصياغة، وفي نفس الوقت ازاي نشبكها في الأحداث بحيث تبقى منطقية، وازاي رد فعلها يبقى مناسب لتكوينها وللحدث. كل دي مراحل محتاجة دراسة ومحتاجة اطلاع ومحتاجة معرفة بقى، مش بس انك تعرف الادوات والاساسيات الاساسية في كتابة السيناريو وفنونه، انت كمان لازم تكون مطلع على الجديد بقى يعني، بتتفرج على افلام ومسلسلات بتطلع على بلاتفورم مثلا، فتبقى عارف الشكل اللي بتخرج بيه السيناريوهات دلوقتي مختلف عن قبل كده، طريقة التناول مختلفة قبل كده. مسألة مثلا افان تتر ان هي بقت شكل من تقريبا بقت حاجة ثابتة في الدراما الجديدة واللي الجمهور بيشوفها على البلاتفورم، فبالتالي انت ما تقدرش ترجع خطوة لورا، لازم تبقى مع على نفس الموجة، فتستفيد دايما من افان تتر، ما يبقاش بس مجرد انه مشهد ثم فاصل ثم نكمل الاحداث. وانا بصراحة أدين يعني في جزء كبير من تطوري النسبي في مسألة كتابة السيناريو لورش السيناريو، لأن بعتبرها أنا بقول دايما إن أنا خريج معهد ورش السيناريو مش معهد السينما، لأن أنا ما درستش السينما لكن اشتغلت بقى في ورش كتير، ورش كتابة، مش ورش للتعليم، ورش لكتابة المسلسلات اشتركت لا انت يعني قعدت بتشتغل وفي الاخر بتشوف الشغل ده فعلا على الشاشة. بالظبط. فدي ميزة فيها إن هي أولا كنت بتعلم على السكين زي ما بيقولوا يعني جوه بالظبط. الشغلانه، فبشوف الموضوع من القلب مش مجرد تنظير، وبشوف النتيجه على الشاشه وبقارن ما بين اللي انا كاتبه وما بين اللي طلع على الشاشه، وبشوف المشكله فين بالظبط، الغلط اللي انا عملته ايه. وشاركت بقى في كل انواع الورش اللي بقوم فيها
بس بكتابة حوار، الورش اللي بقوم فيها بالمشاركة في البناء للشخصيات، الورش اللي بقوم فيها بالتفكير أصلا في الحبكة الأساسية للمسلسل، كل ده أفادني جدا وبشدة، لأنه كان زي ما بقول إنه عملي مش بس مجرد تعلم نظري يعني. صح فدي يعني إذا جاز هناك لي أن أنصح يعني، السيناريو طبعا باب مفتوح لأي حد عنده حاجة عايز يقولها، لكن أهم حاجة إنك أنت ما تاخدوش من على الوش، ما تاخدوش على السطح، محتاج إنك تدرس، ودراسة مش إنك تروح معهد سينما بس، يعني إنك تقرأ كتب في فن كتابة السيناريو، تلتحق بورش إزاي بتتعلم السيناريو، يفضل إنك تلتحق بورش لناس يكون لهم إنتاج أوريدي في السوق، لأن ده هيديك كمان بجانب خبراته اللي علاقة بأدوات الكتابة، هيديك جزء من خبرته العملية، وإزاي تقدم فكرة، وإيه الأفكار اللي ممكن يعني تبقى سهلة التنفيذ في الأول وصعبة، وفي الأفكار اللي ممكن تتنفذ بعد ما يبقى لك خبرة أكتر. فالموضوع ما بيتاخدش بالرغبة، في جزء مجهود وفي جزء دراسة لابد منه يعني. صح، واعتقد ده ممكن يكون بيفسر ان احنا عندنا فعلا دلوقتي موجه ايجابيه كبيره قوي في الكتابه عامه في الدراما، يعني في موضوع الورش والمخاخ النظيفه اللي بتيجي مع بعض دي عشان تنتج حاجه جديده وحلوه، ده يكون فعلا بيفسر ان احنا في طفره ايجابيه جدا بتحصل دلوقتي، واحد سعيد انه بيلاحظها يعني. وحاجه تانية كمان عايز اقولها بالاضافه للادفايس بتاع حضرتك، ان كمان القرايه عامه يعني برضو اللي عايز يكتب يا ريت يقرا، يعني في حاجه في انت عندك كتاب عنوانه حلو قوي اللي هو مقعد في المترو، ده جميل جدا وفكرني انا كنت عايش فتره طويله قوي في كندا، وكان ما بين الشغل والبيت ساعه الا ربع في المترو، انا كنت بقرا كتاب كل اسبوع، يعني هي دي كانت فتره القرايه بتاعتي. للاسف طبعا ما عندناش الموضوع ده كتير في مصر، الناس كتير يا اما بتسوق يا اما مش عارف ايه، بس فعلا اهميه القرايه عامه في تكوين شخصيتك، في انك تديك الافكار تفهمك العالم والشخصيات في الحياه ماشيه ازاي، ده برضو اضافه طبعا مهمه جدا. اللي بيسالني مثلا عايزين ندرس اخراج ولا عايزين نشتغل في السينما نعمل ايه، واحده من اهم الحاجات اقروا، يعني اقروا حاجات غير السينما كمان يعني. طبعا القرايه، بالقرايه شتى الانواع هي ده الاساس، مش القرايه بس، مش قرايه روايات بس ولا قصص بس، القرايه كمان تاريخ، وفي الاقتصاد، وفي علم النفس، وفي الفلسفه، وفي الاديان، كل ده مهم جدا، لانك انت بس مش انت مش بتقرا كتاب تروح تعمل زيه، مش بتقرا كتاب تروح بالظبط تعمل فيلم مستوحى منه، وارد، بس اقصد القرايه بتخلي عندك طبقات بقى وتراكمات، لغايه ما تلاقي فجاه مثلا في سن ما بتكتب حاجه هي خلاصة كل ما قريت، لكن مش من كتاب واحد. فالقراية هي يعني هي الأساس طبعا بكل تأكيد، لأي شخص عايز يشتغل في حقل الإبداع، عايز يبقى صحفي، عايز يبقى كاتب، عايز يبقى كاتب سيناريو، عايز يبقى مذيع، وهو ده اللي بيخلي يعني أي واحد بيظهر في مجاله مختلف عن غيره، ألفيته اللي كونها من خلال قراءاته، وحتى المفروض الواحد يقرا في كتب على غير قناعاته، مش كتب رديئه، لكن اقصد ما تقراش كل حاجه انت مقتنع بيها، يقرا يعني لازم تتعرف على الجانب الاخر الذي انت حتى على ضده، يعني حتى زي ما بقول في المسلسل استعنا بالفيديوهات والنشرات والمجلات اللي هم عملوها، رغم ان احنا اكيد مش في صفهم، بس انا لازم اشوف هم بيفكروا ازاي، لازم اشوف هم بييجوا يقدموا حاجه ترويجيه لاعمالهم بيعملوها ازاي. فطبعا القراءة هي الأساس في كل حاجة، كل حاجة. ممتاز، شكرا يا استاذي، مش عايز اطول عليك، الواحد دايما بيحاول يلتزم بمواعيده، بس فعلا انبسطت جدا بالدردشه بتاعتنا، وتاني يعني الف مبروك على المسلسل انت وكل صناع العمل، اشكركم عليه وشكرا على شجاعتكم في تناول الموضوع ده وفنكم في طريقه العرض للموضوع ده يعني، وشكرا جدا ونورتني، وكل سنه وحضرتك طيب. أنت طيب، أشكرك جدا على الفرصة دي، وشكرا لكل اللي هيسمعونا، وشكرا كبير جدا ليك، شكرا جدا، ميرسي. شكرا، يلا اشوفك قريب، سلام.